كريطينة هي هادي، هاي الكريطينة. هادي جاب لنا الخوت اخ عبد الواحد بوكسه، هو طلع عنده واحد بوكسه، واحد الزغيلين هو هذا. هاد الشنيبي ان شاء الله نتمنوا فيه الخير. هذا هو ديك الانثى اللي كيديكلاري بها، يعني السوليه اللي كيديكلاري بها بسرعه ونصف طويل. الله يرحم لي الوالدين. هادي هي الانثى اللي كنعطى لفاطمة الزهراء، حمامه ممتازه. ها انتوما الظهر انطر الخوت، ولا ما نطق تقول لها رجليها راه وحده اخرى كيشدوا لك واحد الخطا كبير، كيشد الرجلين كيف العص. واش انت تبغي لي في العصر لك رجلي؟ راه الحمامه شوف الخوت، وسمحوا لي ما تخلقوش مني، نقدر انا نكون كنهضر منك والله اعلم، غير ماشي كنتعنى بها ولا شي حاجه، نقدر نكون كبر منك في السن. وكيقول لك اللي فاتك بليله فاتك بحيله، ما يعني ما تبينش راسك بانك انت الاقوى وانت الاوعر وانت المولوع وانت البطل وانت انت اللي وصلتي. لا، ديما تواضع، هو راسك لتحت. كيف نقدر نقول انا كبر منك في السن؟ عندي 51 سنه، الا كنتي كبر مني، الا كنتي قلب مني دير لي لايك، هذا ما كان، ولكن انت كبر مني عاد دير لي لايك. كيف قلنا الخوت الحمامه التقليبه ديالها، عشت انا واحد البطل بلجيكي دير الحمامه بحال هكا هكا، ما طقطق ليها رجليها ما والو، حتى الحمامه مرتاحه. شوفوا الرجلين الخوت، الحمامه مرتاحه هكا، وشوف ها الظهير غادي ستيلو شتي، بلا ما نطق تقول لها رجليها وحده اخرى كيشد كيدير ليها بحال هكا، كيبدا في العصفيه كيبقى يدير ليها بحال هكا. واش دخلت عليكم بالله؟ واش هذه هي الشده؟ ما كتعذب هذيك، كتسمى كتعذب الحمامه. انت بغيتي لي جدك بدا يدير لك بحال هكا؟ اقول له واش بغيتي لي جدك يدير لك حشومه حشومه؟ تعلموا شويه تشدوا الحمام، الله يرضي عليكم. شده الحمامه هي هذه، غير الا كانت فيها شي حاجه فيها شي حاجه. ها انتوما هذه شده الحمامه، الرجلين كيبقاو هكا، الله يرضي عليكم. شي تصويره بنتي، هذه شده الحمامه الله يرضي عليكم. كيف قلنا لخونا عبد الواحد بوكسات عطانا هذا الشنيبر، هذا هدية لفاطمة الزهراء ان شاء الله، نتمنوا فيها الخير الخوت الزغلول. كذلك مثال غادي نعطيه زغلول من عندي انا، والله يرحم لك الوالدين. خويا عبد الواحد ان شاء الله غادي يقوم بواحد الزياره عندنا، يجي تولع عندنا يشوف الحميمات، راه اللهم بارك كاين حميمات كاين حميمات. يلا تحياتي لكم، والله يرحم الوالدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الخوت، ضروري قلنا نولعكم فيديو ديالنا هنا في المنزل، بعد ما جينا من عند خونا في الله من مدينه الدار البيضاء. هذا ما كان، الحمد لله مشينا فاكسينا لي الخوت الحميمات وقدينا لي الامور. حنا عاد غادي نشوفوا الخوت شنو عندنا هنا، لان الحميمات جيت لقيتهم. شوف شوف الخوت كي دايرين، راه مقتولين بالجوع. واخا عطيتهم في الصباح، كيف قلنا الخوت، واخا عطيتهم في الصباح مقتولين بالجوع والعطش. وغادي نشوفوا دوك الوليدات ال11، انا شكيت في ان ولد واحد ضايع علينا والله اعلم، شكيت فيه. والخوت راه كاين واحد الولد جا عندنا طبيب اورونج، غادي نوري لكم. اجي تشوفوا الحميمات الخوت، وغادي نفاكسيو بعض الشنابير. شوف شوف انت هانتوما، شوف شوف الحميمات راه فيهم الجوع الخوت، اللهم بارك فيهم الجوع. حنا غادي نقادو لهم الامور باذن الله، كيف قلنا غادي نقادو لهم الامور. غادي الخوت نعزلو بعدا نشوفوا الزغاليل ديالنا، خليكم معنا الله يرحم الوالدين. الخوت ان شاء الله نقدموا الخوت احا فتح المعلفه، نقدموا الذكور الخوت ياكلوا. ناقصنا ولد الخوت، ولد واحد راه حسبنا الحسيبه ديالنا، ناقصنا ولد، ولد الخوت من دوك الاولاد ال11، لان البارح تبارك الرحمن البارح راه طاروا مزيان. كيف قلنا الخوت البارح طاروا مزيان تبارك الله، ولاني قدر الله ما شاء فعل. هادشي اللي كاين، الحمد لله. وحاجه اخرى الخوت ان شاء الله، الى بغى الله، كيف كنقولوا الى بغى الله. بالنسبه للشوكيه الخوت الحمد لله البارح راها بيضات الخوت، البيضه الاولى ديالها الحمد لله. الشوكيه اللي كنا كنقولوا هذه بنت شوكيه اللي كنا كنقولوا راه ما غاداش تبيض، الحمد لله انها راه بيضات بيضه وحده. وماشي لينا ولد الخوت، ولد واحد من دوك من هاد الوليدات الصغار دوك ال11 مشى ليا ولد على ما اظن دفلي، هادشي اللي كنقول والله اعلم. هذا الخوت هاد البدعي هذا راه طار البارح، حمقني مزيان وطار مزيان اللهم بارك، وجا البدعي.
وهذا الطوبيل خوت واحد هنا 26 في الاخر، هذا اللي يمكن لا ماشي هذا، هذا اللي حداه اللي يمكن هذا اللي حداه، اما هذا اما الاخر، اما هذا اما الاخر. واحد الطوبيل عاوتاني بات لي على برا اليوم عاد جا في الصباح، والخوت راه واحد الطوبيل محروق راه كان جا ماشي ديالي. ان شاء الله اجي نوكلوا حمام بروديكسيون، غادي نفاكسيو بعدا واحد الوليدات الخوتي ان شاء الله، اجي لهنا نوريكم واحد الطوبيل الخوت. راه انا راه كيف لاحظتوا لحت لكم الفيديو، كنا في مشينا للدار البيضاء، مدينه الدار البيضاء، واحد الحمامه محيده للديل ديالها شي رايا غدا. كيف قلنا مشينا للدار البيضاء الخوت، قمنا بواحد الواجب باذن الله. وهاد الولده الخوت راه البارح هذه ديما كندخل فيها انا عور، والله حتى انا عور، كنحلف بالله عور، ديما كندخل الشرابات كنهرسهم كلشي كنضربو. هاد الشنبوره الخوت هذا راه ماشي ديالي، والبارح كيطير مزيان وكيبغي يهود ومع تابع الحمام، راه ماشي ديالي. الخوت اجي نفاكسيو بعدا واحد الوليدات عاد نعطيو الحمام ياكل. اجي يلا خليكم معي. بسم الله على بركه الله. الخوت هاد الولاد ما فهمت فيهم حتى والو، هاد البيض بارد ما انا ما نكذبش عليكم ما فهمت والو. هاد جوج انا طلي على البيض نتو يمكن فيها الكوكسيديوس. بالنسبه للزغاليل الخوت غادي نفاكسيو، لان الفاكسا ديناه للدار البيضاء وما غاديش نخليه يبات، لان هاد شويه الفاكسا ان شاء الله غادي نفاكسيو به. شدا بنيتي هذا انفاكسيو بهاد الزغاليل باذن الله. لا خليه يهبط فوق يدك هاكوك، رخي عليه رخي عليه رخي عليه، غادي يجمع جناح صافي. دابا جري لي راسو انا الخوت على بركه الله. هذا هو اللي باش فاكسينا، هذا هو باش فاكسينا ان شاء الله. بسم الله على بركه الله، بسم الله صافي. غادي نفاكسيو هاد الوليدات كاملين الى بغى الله عز وجل، غير هاد الكبار الخوت الكبار عندك كيف كنقولوا، غير الوليدات الكبار عاد غادي نعطيهم الاكل ديالهم ان شاء الله. هاد جوج انا طلي الخوت على البيض، والبيض كيتفرخ، هذا هو الاساس، هذا هو المشكل. علاش نط على البيض والبيض كيتفرخ؟ ها الشخم ونتوتو نتو على ما ظنيت فيها الكوكسيديوس على ما يقال، والله اعلم. انا الخوت هادشي اللي قالوا والله اعلم. انا الخوت هذا شدي هكا، حاولي ما تزيريش عليه، دير بحال حلوة لا كريم راه بحال الزبدة. انا الخوت بسم الله على بركة الله، بعدا ندير لهم هاد الفاكسان باش ما يضيعش الخوت هاد الفاكسان. ان شاء الله غادي نمشيو وليدات اخرين عاد غادي نوكلو الخوت ان شاء الله، حميمات كاملين ان شاء الله. حتى هادو غادي يتفاكسوا هما، هادو راه باقي ما كلاوش ما شربوا ما كلاو، نديروا لهم هادو هكا في الارض ان شاء الله. اجي بنيتي اجي، اري لي داك البيستوري، شدي وليد شدي وليد، لا شدي شدي هاكوك، حطيه فوق يدك حطيه. بما الذكور الخوت راه كياكلوا الذكور، كيف قلنا الذكور راه كياكلوا، هادو راه كيتفاكساو الخوت، هادو في هاد السن هذا كيتفاكساو. تا حطي هادو دابا ان شاء الله غادي يتقرعوا، غادي ياكلوا ما يشربوا، دابا ياكلوا ويشربوا صافي حطي. وان شاء الله غادي نسالي الخوت، غادي نهبط بحالي نعس باذن الله، غادي نهبط بحالي نعس. وكيف قلنا الخوت هاد الفاكسان هذا راه باقي فيه حتى الشهر تسعود، يعني راه ماشي فاكسان قديم ولا شي حاجه، باقي فيه حتى الشهر تسعود. كيف قال البيطاري، اجي بنيتي انت دوزي لي، كيف قال البيطاري، كيف قال لنا البيطاري خصو يكون غير في الثلاجه، ما يخاف ولا جي يا فاطمه الزهراء جي. انا الخوت باذن الله. وبالنسبه للدواء ديال القميلات من بعد تيكبروا شويه تنبغيو نعزلوهم، راه دير بحال لاكريم كيف قلنا، حلوة لاكريم الا بجرتيها كتبجر. اري هذا ها انتما انا الخوت هاكوك، حطي فوق يدك بسم الله، جري لي راسو ها معلمه فاطمة الزهراء بسم الله على بركة الله. صافي طلق طلقي
لا ما تلوحيش شدي البيستولي. اجي هاد الوليدات هاد الصغار هادو حنا كنلقطو الخوت الزغاليل غير شويه بشويه كنلقطو. اجي جلسي هنايا كيف قلنا شويه بشويه باذن الله حتى نكملو التفراخ ديالنا بشويه بشويه باذن الله. هانا الخوت هادي الدفعه الجايه باذن الله الا بغى الله عز وجل اللي لاصخ ربي فيها. لا صافي حطي هزي الاخر قلبي قلبي لي راسو لهاد الجي هاكاك 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 صافي جري. انا الخوت هادو بحال هادو كيتفاكساو بسم الله صافي حطي شدي لي هذا كيف قلنا نرجعوه عاود لوالديهم. حنا عاد غادي ناكلوا الخوت الحمام راه ما واكلش كيف كتلاحظوا هو كامل تقريبا تيغوتو. شوف شوف كاملين الخوت كيغوتو وانما ان شاء الله يكون خير باذن الله. انا الخوت ان شاء الله يكون خير شدي هكا هكاك كيف قلنا هاد الفاكسان ما خصوش يضيع ان شاء الله غادي نفاكسيو به حميمات كاملين باذن الله ونوكلوا الحميمات وتكون الامور طيبه. حطي حطي شدي خوه هادو طوابه محارق اللهم بارك نتمنوا فيهم الخير باذن الله. صافي حطي شدي بيستولي دابا وصلنا الاولاد خد داك المعوق عاد نوريكم الخوت واحد الطوي واحد الطويبي محروق راه ماشي ديالي وباين عليه ديال شي مولوع حمامه ممتازه كيف قلنا حمامه ممتازه. هادو الخوت هادو خد داك المعوق هادو من الاب ومن الام نتمنوا داك الولد جلسي جلسي بنيتي جلسي نتمنوا داك الولد اللي ضاع لينا يرجع حيت ضيع لنا ولد الخوت وليد واحد ضيع لنا من دوك ال11 دابا بقاو غير 10 حسبتهم لقيت غير 10 البارح ضاع لينا نتمنوا الا كان فيه الخير يرجع. طيب دابا ان شاء الله غنوكلو يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين يلا خليكم معنا بما نوكلوا الحميمات وانا معكم واعترام دقدق والله العظيم بالله الا مدقدق وغادي نهبط فحالي نعس ان شاء الله غادي ندير مود افيون وغادي نجبد عليه بشي نعسه باذن الله. عند الجوجه هذه هي الجوجه اللي قلنا كتصدق ليا غير ولد واحد حنا نشوفوا هذا الا كان غادي يتفاكس علينا واخا انه باقي صغير نقدروا نديروا ليه واحد اللعيبه زيد ودرناها ليه شيح ولد اختي طالق الحمام درنا ليه اللعيبه الخوت هو تفاكس هاو ها الفاكسان هو شي هاو دخل معاه هو ما خرجش كاع الخوت الفاكسان ما خرجش راه حنا شويه تعلمنا الخوت لان راه كنا كنفاكسيو الخوت واحد القضيه كنا كنفاكسيو الحمام كيف قلنا كنا كنفاكسيو الحمام راه كنا كنضربو والله العظيم الى واحد باقي نعقل واحد العام ضربت 800 حمامه اللي ضربت في نهار واحد ديال الفاكسان ما نكذبوش على الله كنا ديك الساعه بحال كنتبززو في الفاكسان كنصوروا فيه الفلوس كناخذ الفاكسان كنفاكسي به حمامي وداكشي اللي كيشيط ليا كندور كنفاكسي لعباد الله وكنصور طريف ديال الخبز اللي كاينه نقولوها كنا كنصوروا طريف ديال الخبز والله الا واحد العام قلت لك شي 900 حمامه اللي ضربت في نهار ازيد من 800 ازيد من 800 حمامه. يلا تحياتي لكم الله يرحم الوالدين اجيو معنا الخوت ناكلوا الحميمات وانا معكم والله يرحم الوالدين. بالنسبه الخوت نتيوات والزغاليل غادي نخرجوا حتى الشنيبير ديال الشنيبير اللي جاب الاخ عبد الواحد كادو لفاطمه الزهراء غنخرجوه مسكين ما غاديش يقدر يخرج راه هو فري ما خرجش الخوت غادي نخرجوه بيدينا ان شاء الله باش ياكل. خرج يا وليدي خرج 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 زيد زيد خرج ان شاء الله خاصو ينقب معاهم ان شاء الله
هو الخوت شوف شوف مشى للمعلفه هو مشى للمعلفه هو هذا هو كاين القب حدو ياكل يدوق الماكله هو كاين القب نخليو الخوت نخليو حميمه تنقبو ماشي لينا ولد واحد الخوت راه شنقول لكم لا اله الا الله محمد رسول الله بقى فيا الولد اللي مشى وشكيت فيه طوبي اللي شكيت فيه والله اعلم شوف كي كيشرب الحمام شوف 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 الحمام الطريقه كي كيشرب الخوت عطشان 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 حيت هادو ما عطيتهمش في الصباح ما عطيتهم لا ياكلوا لا يشربوا ما نكذبوش الله قلت حتى نجي غنزيد نزيد لهم الماء نعمر لهم الماء شوف شوف عطشانين بزاف كيف قلنا نتمنوا الخوت من داك الوليد يجيو حنا غنمشيو دابا ناكلوا البروديكسيون باذن الله لان البروديكسيون حتى ما باقين ما واكلين ما شاربين ما والو ان شاء الله باش يلا يوكلوا عاد غادي نرتاح الخوت انا المورال ديالي عاد غادي نعس مرتاح باذن الله والله العظيم الا عاد غادي نعس مرتاح حتى ياكلوا ويشربوا همايا باش ديك الساعه نلقى راحتي وعاد نوريكم هذا الولد الخوت هذا راه تشد هذا راه شد ولد اختي هذا راه كان تالف البارح نهار كله هو تالف وقلت له ولد اختي قلت له انا ما عنديش طوبي محروق قلت له طوبي محروق ما عنديش ها واحد عندك سدي سدي الباب عندك تخرج ولا بقى يبقى يبقى ياكل هاكوك بقى ياكل زيدوا مال الخوت لمي هاري يمكن الماء ما عندهمش على ما كنظن لانهم الماء شربوه الخوت الدوكور وبالنسبه للنيطواياج ضروري غادي يجي الوقيته اللي غادي نيطوايي لان الخوت غير ملي كنشم الريحه زوينه في الشجنه راه ما كنهضرش ملي كتكون الريحه زوينه في الشجنه راه ما كنهضرش ان فوا تكون القضيه في الطاقيه راه كنهضر دابا لحد الساعه راه كلشي مزيان الخوت واجيو معايا شكرا يا بنتي اجيو معايا الخوت ان شاء الله داك الشنيبر فين هو داك الشنيبر يكون راه هو كياكل معاهم الخوت شي راه تياكل معاهم وغادي نشربوا بيدي ان شاء الله اجيو معايا ناكلوا حمام البروديكسيون غادي نلقاهم مقتول بالجوع باذن الله راه اليوم ما غاديش نشطب ليهم لان كيف لاحظتوا الوقت الخوت ما كاينش اجيو معايا نوكلوا بعدا الحمام ان شاء الله عاد غادي نشربوهم والله المستعان نقادو الخوت السرواله دار جديد نمشيو نوسخوه ولا شي حاجه الحمد لله كيف ما كان الحال كيف ما كان الحال الخوت الحمد لله والله المستعان الله الا الله المستعان اجي بنيتي اجي بسم الله اجي دخلي انا الخوت شوف الحمام كي غادي ياكل مسكين حيد اصاحبي بسم الله حيد اصاحبي وايلي زيد نقز نقز انا نعطيو لهاد الجواج الخوت هادو اللي مسجونين المعوق الخوت نعطيو المعوق المعوق بحال بالي زاد تعوق الخوت لا بالي بحال الا زاد تعوق نعطيو لنشواد الحاج نعمان حتى هي نعطيو الحميمات كلهم الخوت ان شاء الله نتمنوا الخير والتيسير واللي بغى لينا الخير الله يعطيه الخير هذا مكان دابا بعدا راه باقي شويه الجو الخوت ان شاء الله يشربوا ياكلوا الحميمات وغادي يشربوا في خاطرهم يعني باقي الحال وعاد نهبط حالي الناس كيف قلنا ان شاء الله وغادي نهبط حالي الناس بالنسبه لهذه اللي نطلنا على البيض تشاورنا مع الاخ نور الدين شنو قال لي بانها فيها الكوكسيديوس حنا درنا ليها واحد شويه ديال الكوكسينوفا هنايا غادي نعطيوها تشرب الدواء ان شاء الله هي والشخم جوج بهم شوف الخوت الحمام عطشان عطشان عطشان
غنغسل الشرابات هما الاولين، غنغسل الشرابات هما الاولين. يلا الخوت خليكم معايا، الله يرحم لكم الوالدين. هما كيوكلوا في وليداتهم، اللهم بارك. راه ما جوجه كتوكل ليه دابا اللي شربات، سبحان الله العظيم. الخوت اللي شربات كتمشي توكل ولادها. اللي شربات شوفوا هذا، اللي شربات كتمشي توكل وليدات ديالها، سبحان الله. وليني راه قدر الله ما شاء فعل، ماشي مشكلة الخوت، راه ضروري مع انهم يبقاو. راه الحمام في المطلق كيبقى مدة طويلة كيبقى عطشان، بدا يقلب على الماء. يعني هذا راه كيف كنقول، راه نتوا الخوت مشات توكل نتوا وغتمشي تقرق ان شاء الله. الحمد لله ما كيوكلوا، كلشي كيوكل باذن الله خوت، كلشي كيوكل الحمد لله. دابا غادي نرتاح الخوت باذن الله، دابا ان شاء الله غادي نرتاح كيف قلنا، دابا غادي نرتاح. عندك بيستولي؟ كيف قلنا الخوت الوليد هو هذا هو الوليد، طوبي محروق. هو شنبور، انا على حسب التقريبه ديالي كيف قالوا مطرق. شنبور كيبان ليا مزيان الخوت، شنبور كيبان ليا مزيان. هذا راه 2024 الخوت، باك اورانج 2024، السيري ديالو الخوت 07160. اجيو تشوفوا 07160. هاد الشنبور اللي يكون في العلم انه البارح كان نهار كامل تالف، حيت البارح ضاعوا لي الولاد وقلت لولد اختي هذاك الشنبور معاك يبغي يهبط، قلت لي ماشي ديالي، ما عنديش طوبي محروق، انا ماشي ليا طوبي، ماشي طوبي محروق، فهمتيني. وشو سبحان الله العظيم، مشى وما عاد فين بات، واليوم بقى عاود كيدور، بقى حتى جا هاد الشنبور هذا، واللي ديالو يدخل عندي ولا غدا غادي نطلقو. غدا الا ما عيطش ليا بنادم اليوم مولاه، راه غدا غادي نطلقو. شي تصويره صورتي لي يمكن؟ ايوا ضروري. هانو انا الخوت، وشنيبير كيبان زوين الخوت، ما نكذبوش على الله، على حسب التقليبه ديالي شنيبير زويون، شنبور زوين. لا من ناحيه الدار ديالو باغي، راه ما واكلش مسكين، خصني يعطيه ياكل. ما عندي، ها انتم شوف الدار الخوت، شنبور غزال، انا كيبان لي شنبور زوين هذا ما كان. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، وتحيه الخوت والحباب كيف كنقولوا في ارض الوطن وخارج الوطن. تحيه للموالي ديال كازا كاملين بدون استثناء، الموالي ديال كازا كاملين بدون استثناء، لان كازا ما حتى شي واحد انا ما كاعي معايا ولا كاعي معاه، الحمد لله الناس ديال كازا كلهم بخير معايا والعالم الرياضي. وتحيه كيف قلنا لخونا عمر، وتحيه لخونا جهاد صابرينا، خونا سمير، خونا البشير، والموالي ديال ايطاليا. تحيه الناس اللي كتعيط ليا من ايطاليا من هذا المنبر، وتحيه لخونا محمد، والخوت كاع اللي كيبغيونا كاملين الخوت. وشرب مبروكه، الحمد لله حميمات كلا وشربوا، وانما ناقصني ولد الخوت، وناقصني ولد. ما انا ما كرهتش، ما بغيتش نضيع الخوت، ما نكذبش عليكم، ما بغيتش نضيع في الولد، كيبان لي بحال شي حمامه ليه. هذا راه مولاها الخوت، ها انتم شوفوا الضيق، شوف الحمامه كي دايره، راه حمامه زوينه، راه شنبور زوين. حيت اللي مولاه، حيت دابا هادي الخوت، انا واحد القضيه كنلاحظها ملي كنلوح اعلان ديال شي حمامه شديتها ولا شي حاجه، كلشي تيقول لي ديالي مثلا. هذا اللي ديالو غادي يوريني، يعطيني السيري ديال خوه، اولا هاد السيري هذا 07160. حيت ما يمكنش ان المولوع كي ياخذ باق واحد ويباقي به، ما يمكنش، امبوسيبل. وقالت واحد السيده قالت لي امبوسي هذا خدام امبوسي امبوسي، باش زعما يكون هذا، يعني اللي ديالو يدخل عندي وان شاء الله يدبان يدبان. شو سمينه، سمينه والله العظيم، الا سمينه الخوت. اجي تشوف هاي، غرقها، شوف لا ها نشوفوا الماء، شوف هذا الماء ديال الدوش، ها هي غرقتها، غتبقى تما كتغرق. يلا الله يرحم لكم الوالدين، والى فيديو قادم بحول الله. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا باذن الله. وغدا غادي نطلقوا الوليدات الخوت يطيروا باذن الله، ربما يجينا الولد، الله اعلم، يكون باقي تالف يومين ثلاث ايام، الله اعلم. يلا الله يرحم لكم الوالدين، والى فيديو قادم بحول الله. وما نساوش تحيه لخويا الفرات عالي، وتحيه عاوتاني لواحد جوج طفلات عاوتاني قاموا معنا بواحد المجهود اليوم، ما نكذبوش على الله، اللي هي هيبه الفرات وفاطمه الزهراء الفرات، يعني ضربوا معنا تمره اليوم، الله يرحم لهم الوالدين، يعني حركوا معنا. وهذا مكان،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان شاء الله الى كتاب الخوت كنقولوا الى كتاب باذن الله، غدا راني معكم باذن الله، غدا غادي نتولعوا في الزغاليل ديالنا، غادي نطلقوهم يطيروا باش يرسيو 100% ان شاء الله، باش نقولوا الحميمات كلهم طاروا، لان لحد الساعه وليد واحد اللي ناقصنا. نتمنوا انه يجي، الا كان فيه الخير غادي يجي والله اعلم. نتمنوا انه يجي. الله يرحم لكم الوالدين، والسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.